بلال الحسن، بطل مغربي وعربي العاب القوى وحكم انترناسيونال انطلاقه. بديت العاب القوى اواخر الستينات، السبعينات، الثمانينات. الثمانينات دزت ديك الساعه الميدان التحكيم وتدريب وتسيير، عندي القاب واجيال اللي دازو معايا انايا، اجيال اللي انا ربيتهم، وحبي لهذا لاكازابلانكيز المعلمه التاريخيه، يعني بالنسبه لي انا كمسجد، يعني التراب ديالها كليته انا ملي كنت اطليت ومليت ومدرب. كما قلت لك دازو ابطال معانا ومرانا، وباقي الحمد لله كيشاطروا معانا الحاجة اللي خصهم، مرحبا بدون أجر. وحتى لا كازابلانكيز راه متطوع من الطراز الغير العادي، لأن كنت أنا موظف في الجماعة، ومن بعد داروا لي ديتاشمون لا كازابلانكيز كمسؤول فيها في 2009. باقي ديك الساعة ما بدات في الإصلاح. من بعد جات نوال المتوكل كوزيرة، وقدمت لي الناس المسؤولين اللي جاو، قالت لهم راه بطل ديالنا راه كيعطينا الديبار إلى آخره، بقينا. ويقول لي، قال لي واحد المسؤول بلا ما نذكر سميتو، قال لي أنا كنعرف هذا الإنسان هذا. قلت لي راه أنا مندوب العمال ديال الحدائق تبع الجماعة إلى آخره. قالت لي ما هادشي، طلونا في بابيلون. داز واحد المدة ما كاملاش شي واحد المدة، بقا تعيطوا عليا، قال لك اودي غتخلي البارك وغتمشي لكازابلانكيز، انت اللي غتقابلها لينا. ومن ديك الساعة وانا في 2009، ديك الساعة باقي ما خرجت لا تقاعد لا باقي ناضلت عليها واحد النضال ما شاء الله. والكل اللي كيسمع كازابلانكيز غيقول لك كان فيها كان فيها كان فيها، وراه هذا العبد المنيب اللي حاربها، وبمعية الناس ديال الأمن كيساعدوني فيما تكون شي حاجه كيتدخلوا، ولا مسؤولين حتى ديال لا المقاطعه ولا كاع الجهات المعنيه ولا العماله. درت جمعيه ذاكره لكازابلانكيز لألعاب القوى باش نجمع فيها الشبل ديال الناس ديال، لان الناس ديال ألعاب القوى من نهار تستات كازابلانكيز تشتو مساكن تشتو، يعني صافي ولا ديما انا جرائد. هدرت مع صحفيين تلفازة لا دوزيام ولا الأولى، كلهم جاو عندي داروا معايا استطلاع، حتى مع عزيز بودربالا جا عندي هنا جا عندي كازابلانكيز، قال لهم عندي تاريخ مع بابيلا في كازابلانكيز، وصورت مع ربما راه الإخوان غادي يعرفوا اللي أنايا وليت خدام بحال بينيفول، لأن كنت ديك الساعة موظف كنتخلص بخير وعلى خير. ولكن من بعد الأمور ملي خرجت التقاعد الامور كانوا كيعطوني شي بركه، ولكن بعد تقطع داك الشيء مشى المجلس الاخر صافي بقى داك الشيء. وانا حبا لكازابلانكيز انا عندي غير عليها، حبا لكازابلانكيز بقيت صابر، رايت ما يبدا الاصلاح، رايت ما غيكون شي اسمو، وليت معول على التقاعد ديالي. التقاعد ديالي في 1000 درهم، 1000 درهم ملي مات الزوجه ديالي الله يرحمها، عاد لا سينيسيس دوزوا لي واحد شويه من اسمو ديالها، هما هي اللي كانت معاوناني صراحه الله يرحمها، هي اللي كانت معاوناني تخلص الكرا، وانا شويه وهي شويه كانت طرح. ولكن ملي توفات الغالب الله. اذا دابا كاين بعض المرات اللي والله كاين بعض ما كنلقاش ما ناكل، لا انا لا ولدي، وعندي ولد، عندي واحد الولد مرض نفساني خصو الدواء، خصو بزاف ديال الامور. الدري الاخر اللي معايا مسكين راه خدمتو عند شي بنايه باش نتعاونو، وكنصبر اللهم وكنشكر هاد الناس ديال الرياضه اللي باقي تعاطفوا مع با بلال. باقي با بلال تيقول لك انت كيما كنتي راك باقي عندنا، وكاين التعاطف، كاين التعاطف، كنبدا نعاون مره وغادي بحالكم، يعني حتى من الدار عندي
تجمع عليا الكرة ضول ما والناس صابرين ليا، وكل مرة إلا تخلص كنعطي شوية نعطي شوية، ولكن ديك العيشة اللي بغينا، ولكن هادشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى. الناس الغيور عندنا كازابلونكيز راه كلهم شافوا بلان اش كيدير في كازابلونكيز، الناس كيحطوا عندي الفلوس، كيحطوا عندي الحوايج، كلشي ثقة تامة. وكنوجه هاد الرسالة للأبطال، الأبطال ديالنا راهم معروفين، الناس الأبطال اللي دوزوا معايا ودوزوا على البطولات هنا معنا في كازابلونكيز، حتى هما أنا كنشكرهم، ولكن حتى هما تكون عندهم واحد شوية ديال 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 الأريحية، ينوضوا حتى هما، تحركوا. الحمد لله صبرت ملي كانت مهجورة وباقي صابر، هاي كتصلح الحمد لله. يا ولات لابيس كانت فيها غير 350 متر، ودابا ولات 400 متر وأولمبيك، تصلحوا البنايات هما، تصلحوا البنايات هنايا، تيران الموسع حتى هما يكونوا شوية معنا. وآخر نداء اللي غادي نقول، وهي أنا كنلتجئ لصاحب الجلالة حامي الرياضة والرياضيين التفاتة مولوية،